صمم خبراء التقنية اليابانيون روبوتا حديثا يقوم بجزئيات هامة من الأعمال المنزلية لربات البيوت، ويمكن شراؤه أو استئجاره في المستقبل القريب. وابتكر العاملون في شركة ميري روبوتكس اليابانية جهازا آليا أطلقت عليه تسمية يوجو، يمكنه تعليق وطي الثياب بعد غسلها وتنشيفها. وتأمل الشركة في طرح الروبوت الجديد في القريب العاجل لكي يريح ربات البيوت والنساء العاملات من القيام ببعض الأعمال المنزلية التي تأخذ جهدا ووقتا كبيرين.